في ريزو سوسيو باش نقوموا الانسان في عدد ديال المتابعين اللي عنده، فاللي عنده مليون ابوني ما كيساعدش اللي عنده 1000 ابوني، واللي عنده 1000 ابوني ما كيشوفش اللي عنده 50 ابوني. ف منصه شباب عين السلام مشكوره على هذا الريمو هذا، باش نحاولوا اننا المحتوى المغربي ياخذ المسار الصحيح. لي ريزو سوسيو ولاو مفروضين علينا في المجتمع المغربي، ولاو كيأثروا علينا بالسلبي وبالإيجابي. فالغرض من هذا الفيلم هذا هو أننا نبقاو دائما في الإيجابي، نحاربوا السلبي، هذا المعنى هذه، نحاربوا السلبي. فمنصة شباب عين سبع شخصها السي خلفي اللي كان بغيكم أنكم تصفقوا عليه بحرارة. هذه البادرة هذه باش يكون شباب ومجانا وتكون متابعة من بعد، اللي عنده مشروع فغادي تكون متابعة من منصة الشباب، ومتابعة ماشي معنوية ولكن حتى مادية. فالشباب اللي غادي يكونوا فائزين معنا اليوم خصهم كيف كنقولوا غادي يكونوا أسبوع وغالبا غادي يكونوا أسبوع هلا 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 فكيف خصهم يكونوا اسبوعها كيف يقول مثلا اوكوني. فهاد الشباب اللي غادي يكونوا فائزين معنا اليوم انا كنقول لهم كزياد فاضلي كفنان كصانع محتوى كنقول لهم استغلوا الفرصه. انا بديت في 2015 في الفيزيو، وبديت في الفن في 1998 ابتداء من صحيح العراقيس عبد الفاضلي صحيح التشخيصي الى اخره، فالكل كيعرف عين الفاضلي. ف عندنا فنية وشيء في الفيلم، وما كانش عندي المساعدة من أي جهة، ما كانش مساعدة بتاتا. الحاجة اللي كانت عندي هي الموهبة. ففي المغرب اللي كتكون عندك الموهبة ضروري كيخصك المساعدة، وكيخص شوية ديال المجهود، كيخص أن الشاب المغربي اللي تكون عنده الموهبة كيخصو ديك الموهبة يسقلها، يسقلها بالتكوين، يسقلها بتوسيع دائرة المعارف ديالو في الدومين ديالو. فمشيت تعلمت الإخراج، مشيت تعلمت كتابة السيناريو، مشيت تصاحبت مع ممثلين، تصاحبت مع مخرجين، حتى في تورناج كنشوف المخرجين كيفاش كيتعاملوا مع الممثلين، تعلمت كتابة السيناريو بطريقة الفرنسية، وكيفاش كترجمها في الطريقة المغربية، وهذا الشيء كله كان بصناعة محتوى هادف. فكان عندي انا المشكل ان الاسم ديالي كان سيف ذو حدين، كان كيخصني نبرز الموهبه ديالي ونبان في الساحه الفنيه، وفي نفس الوقت ما نبقاش الاسم العائلي شي حاجه اللي ماشي ديالي. فالمحتوى ديالي كان وكان مشكل، وهذا الدرس كنعطيو لهاد الشباب اللي حاضرين معنا اليوم، ما يقولوش على انني خصني نمشي في الاتجاه ديال التفاهه، خصني نمشي في الاتجاه ديال الفيوز كيف كنقولوا باش نبان وباش نتشهر. فاكبر دليل هو ان بزاف ديال الناس بداو في ريزو سوسيو وتشهروا وتعرفوا وخسروا الهضره، داروا لقطات ما يمكنش تشوفها مع العائله ديالك، لكن فين هما هاد الناس؟ مشاو بلا ما نقول الاسماء. لكن زياد الفضيلي وزياد الكوميدي من 2015 وهو كاين احترام الجمهور، كنتلاقى مع ناس في الشارع كيوقفوني عائلات تبارك الله عليك ولدي كنتفرجوا مع وليدات، كيجي عندي دري صغير كيقول لي انا كنتفرج فيك انا وبابا، كنتفرج فيك انا وماما، اللي كيجي كوبل كيقول لي انا راه ما كنعش حتى كنتفرج انا والبنات في لي فيديو ديالك. هذا افتخار ليا، وفي نفس الوقت تشجيع انني نستمر في صناعه المحتوى الهادف. ربما انا مشيت في الاتجاه ديال الكوميديا لان هذا كان الحلم الصغر ديالي. كنت دائما كنت كنقول ما بغيتش نموت انسان عادي، كنت كنقول بغيت ملي نموت الناس يقولوا مات زياد الفضيل. وانا الحمد لله جو سوي اون تران دو رياليزي هاد لوغيف هذا، اي مدينه مشيت لها مغربيه الكل كيعرفني، وانا اكيد على انه لو بدات الدنيا هذه فغادي نضيف بزاف من الناس غادي يقولوا بسم الله كنحنا وكان، وهذا هو الهدف ديال هاد ديفين. وهذا وكنبغي نحيي الشباب اللي زعموا وخداو البادره، لان باش غادي نمشي ونعطي يومين باش نمشي نتكون ونتعلم شي حاجه جديده ونخرج الموهبه اللي عندي الداخل، فكنبغي نتصفوا على راسكم بزاف في هذه الحاجه. ربما طولت عليكم شويه لكن هادشي خاصني نقولو، لان
غادي يلعب لينا على البسيشيك ديالنا، غادي يلعب لينا على المخيلة ديالنا من بعد. فنعاود نشكر مجلس الشباب عين السبع اللي عطات هذه الفرصة لهذا الشباب هذو. التقبيل داز أكثر من رائع، الأسئلة ديالكم، التجاوب ديالكم، حب المعرفة، التعطش ديالكم، هادشي كيفرحني أنا. وكنتمنى على أنني نكون ما بخلتش عليكم في التكوين، ونكون عطيتكم كل ما عندي، وأكيد على أنني عطيت كل ما عندي، والله شهيد. وكنتمنى إن شاء الله على أن منصة شباب عين السبع وزياد الفضلي إن شاء الله نجاح ديالكم، وإن شاء الله الشهرة ديالكم لما لا إن شاء الله بإذن الله. فيلم الصحفي تقدر تعطينا كلمة؟ أول حاجة كنبغي نرحب بكم جميعا في منصة شباب عين السبع اللي هي تعودتوا على أنكم تجيو ليها، عارفين واحد المقر اللي هو من عند المبادرة الوطنية التنمية البشرية، واللي كتلقى واحد التعامل كبير من عند السيد علي العمالة في محافظة عين السبع، كنبغيو تبغيو نشكرو من هذا المنبر هذا. وكنبغيو نشكرو جميع السلطات المحلية اللي كتشارك معنا التظاهرات هذه اللي كيديروا لنا مواكبة بطريقة مباشرة وغير مباشرة. فالحمد لله كيف داير السي زياد الفريضي. هنا غادي نقولوا بانه التجربه ما كانتش ناجحه، التجربه الحمد لله عرفت النجاح ديال واحد العدد ديال الشباب اللي شاركوا في هذه المسابقه هذه. فكيف لاحظتوا فعدد المشاهدات فاق 250,000 مشاهده في واحد الطرف اللي هو وجيز، فهذه انطلاقه فحنايا كتبان لنا انطلاقه اللي هي جد مهمه. وكيف كتعرفوا منصه الشباب فهي غير نقطه الانطلاق جميع المشاريع ديالو وجميع الاهداف، وكنتمناو بانه هذه نقطه الانطلاق غادي تمشي بواحد المحتوى اللي هو ايجابي ومحتوى اللي هو هادف، لحقاش كيف قال السي زياد الفضيلي وكيف شاركنا معكم في النقطه الاولى وفي اول ما التقينا، هو انه صناعه المحتوى هي ولات واحد الشيء اللي هو جميل وكيميلو لجميع الشباب، ولكن من الاحسن اننا نحافظوا عليه في الاسر المغربيه، وكيدخل كيشوفوا وليداتنا وكيشوفوا العائلات ديالنا. فقد ما كان المحتوى اللي هو هادف واخلاقي، قد ما اننا غادي نحافظوا على التلاحم ديال الاسره المغربيه اللي كاملين كنغيروا عليها. والحمد لله منصه الشباب فهي ضمنت المسابقه هذه ودارت هذا التكوين هذا، ولكن ما كيعنيش بانه المشوار راه انتهى. فانتم كتعرفوا بانه منصه الشباب فهو واحد المؤسسه اللي كتواجد في المشروع، فاذا كانت عندكم فكره ديال المشروع ناويين بانكم تطوروها فغادي تخرجوا من باب المسابقه، وغادي ندخلوا في الباب ديال انكم تخلقوا المقاوله ديالكم. فمنصه الشباب فهي كترحب بكم، وكيف كتعرفوا فهذه منصه الشباب فهي جات من عند واحد التوجه ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، اللي دائما كيركز على الشباب ودائما في الرسائل ديالو كيوجه رساله من اجل الشباب انه خص كل يوم مواكبه وقع. وحنايا هنايا اللي بالله باش نستجبوا النداء صاحب الجلاله، وكنقول لكم مرحبا بكم. سي الخفي المساله ديال الجوائز غادي تكون مساله تحفيزيه، وكنتمنى من عند الله انني نفتخر بكم بالله انا سي الخفي ونكونوا سبب بسيط في النجاح ديالكم ان شاء الله. غادي نعلن على صاحب الرتبه الثالثه، كاينين التشجيعات غادي نعطيو صاحب الرتبه الثالثه وندوزو للتشجيعات وندوزو للرتبه الثانيه ومن بعد ندوزو للرتبه الأولى. الرتبة الثالثة كانت من نصيب لو كرياتور المحترف تحت صفيقتكم غادي نادي على شكل سفيان. شكل سفيان صاحب الرتبة الثالثة. سفيان نتمنى ان شاء الله تكون هذه بدايه ديال الماستر ديالك، وكيف قلنا شفنا العدد ديال لي فيو، شفنا واش كانوا معايير ديال التكوين، شفنا لي رياكسيون، وشفنا واش كانت لا فيديو غدا في لو تيم ديال ليفينمون. سفيان عطينا كلمه. نسيت سعيد، شفت هذه الدوره قبل ما تكون المسابقه، استفدنا بزاف، عرفنا ناس زوينين من قدام لينا، كنفكر على ان شاء الله جايين مجموعين هاد الشباب ديالنا، ان شاء الله تكون هادي البدايه، و ان
لي بزاف القوي الصور بالنسبه لنا مع الناس الشباب سوا كنصانع ان شاء الله غادي يجي بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. شكرا لكم على المباراه. غادي تفضل غتسلم الجائزه غادي يسلمها لك صانع المحتوى صاحب قناه حكايه سي سفيان كابوري. سفيان 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 غادي يسلم سفيان. تفضل خويا سفيان الجائزه ديالك هذه من واحد تماما وعندك رساله الفيديو. ان الجائزه ما توقفكش يعني تزيد تحفزك انك تزيد القدام وهذه يعني غير كبدايه يعني انا في الاول ديال الماتريال ديالي يعني انت كبدايه راه غادي تشوف الاستديو تبارك الله. شكرا سفيان وسفيان سفيان كابوري صاحب قناه الحكايه. شكرا سفيان سفيان مع سفيان الحدث قلنا لي راه قول ليه كوبي راه يلا غادي نكملوا باش ما نطولوش عليكم. غادي ندوزوا لواحد التشجيع للبعض للقياده اللي كانوا معنا قبل ما ندوزوا للرتبه الثانيه. غادي نادي على انوار انوار لبيش. انوار تفضل انوار سمعتكم على انوار. انوار كلمه استخدام انا غير بغيت نعطي واحد الكلمه بخصوص هاد التشجيعات. نورمالمون حنا كنا دايرين في المسابقه ثلاثه فائزين فانه بانوا لنا بانه كاينه محتويات هي جميله واللي هي الى كوانسيدي مع لانيفرسير الثانيه ديال افتتاح منصه الشباب ديال عين السبع. فقلنا بانه ما يمكنش هاد الناس اللي هما شاركوا بدون مجهود انهم غادي نخليوهم سيتادير بدون سونبري. ففكرنا بانه القاعده ديال الجوائز وتهما فكرنا فيهم وكانت الجوائز عباره على واحات الكترونيه اللي كانت مقدمه من عند جمعيه ساحه الفرح. شكرا سي خفي و جويوز انيفرسير للمنصه. بغينا مجلس الشكر.